اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا أنت حييهم. اليوم بدخل معكم في القصة على طول وبحاول أني أختصرها. هذا رجال كمل دراسته والحمد لله رزقه الله بذيك الوظيفة، توظف، فقالوا له أهلي يلا ما عاد بقي إلا العرس، يلا ما عاد لك عذر. قال طيب، قالوا ندور لك. قال لا لا، أنتم عارفين الذيب في الجليب، تدرون من أبي، هو حاط عينه على وحده ويحبها حب يا جماعة، يعني على قولتهم ما صار ولا استوى، ما يعني مرة مرة. الحاصل قالوا خلاص خير إن شاء الله والله، وخطبوها. يعني هم قاموا بإجراءات يعني روتينية، ولهم عارفين أن الدعوة مطبوخة، فصار الشيء رسمي وكذا، وخطبه والأمور زينة الحمد لله، والله تم الزواج. طبعا واحد تزوج وحده يحبها وهي تحبه، يبون بعض، فيعني ما يوصف شعورهم. الحمد لله يعني أمورهم زينة أيام الملكة. بعد الزواج سبحان الله مباشرة في أول ليلة جاء شيء صده عنها، ما عاد يبي ينام عندها. الغرفة اللي هي تنام فيه فيها ما ينام فيها، ويجيها أرق ويجيها كتمة ويطلع، ما عاد يقعد في الغرفة هذه. فتخيلوا يا جماعة، في أول يوم زواج له صار له هالشي. فإذا طلع من الغرفة اللي هي فيه نام زين، وإذا جت هي في الغرفة اللي هو نايم فيها سبحان الله تقل مرة، تقل شيء يكتمه. فأول أيام الزواج ترى الموضوع حساس يعني من الطرفين. فهو قال لها، قال أنا ما أدري وش فيني ترى، يعني صارحها، لأنها هي ممكن تقول وش فيه ذا، يمكن ما يبغاني ولا وشه، ولا كان متوقعني شيء ثاني وما جزت له، وتعرفون عاد يعني الموضوع حساس شوي. الحاصل استمر عليه هذا الشيء تقريبا شهر في أول أيام زواجه. وش السواد وش السواد، راح كذا واحد واستشار كذا شخص، يعني استشير ناس متخصصين في هذا الشيء. يعني ما كان ما أدري يعني وش غريب، يعني وضعك ذا غريب. فهو زوجته ما علمه أحد، هو ما علم أهله وهي ما علمت أهلها، وفي نفس الوقت يعني هذا يدل أنها هي تبيه صابرة عليه. فتخيلوا يا جماعة، جلس هو إياها 6 شهور معاناة كذا، مرة معاناة، ما ينامون مع بعض أبدا أبدا، ممكن يجلس معها يتقهوى وياها يتغدى، لكن إذا جاء النوم هو في غرفة وهي في غرفة، سبحان الله. فبعد تقريبا 6 شهور جاء واحد من ربعه، ربع الخاصين، ترى ربعك واجد، لكن الربع اللي خاصين يمكن واحد ترى، بالكثير 2، مو بكل واحد صاحبه هذا مرة خلاص صديق أو غالين عليك. الحاصل أغلى واحد عنده واللي يثق فيه، وصارحه بالموضوع، قال والله السالفة كذا كذا كذا، ولي والله 6 شهور وأنا والله في معاناة ما يعلم بها إلا الله، وش رأيك يا أخي، وش أسوي، أطلق ولا وش أسوي، ولا ما أدري يا أخي، روح أعالج عند دكتور نفسي، صاكه الدنيا في وجهه لدرجة أن الرجال ضعف، يعني ضعف جسمه، نحف. المهم قال لخويه، والله يا أخي أنا عندي تجربة يعني قديمة وودي أنك تجربها. يقول قلت له يعني شفت ترى علاجات وما علاجات، أنت خابر، ذولي تراهم غالين وعلاجاتهم غالية وكذا. قال لا لا لا، ما هي مكلفة تجربة أبد، مرة ما أتكلفك شيء أبد. قال وش؟ قال أبد يا طويل العمر، أنا لي تجربة سابقة وجربها أنت، إن شاء الله أنك تستفيد منها. كل يوم كل يوم تقرأ سورة البقرة من أولها لآخرها، كل يوم لازم تخلصها، وراح تشوف أثرها، أثر عجيب، وأنا أتكلم لك هذا الشيء من تجربة، فصدقني أنك راح تتغير وراح تزين أمورك. الرجل هذا يعني يتمسك بأي شيء، يعني يدور أي شيء يبي حل الحقيقة.
فجاء ذاك اليوم يعني من بعد الحديث هو يا صاحبه هذا رجع للبيت والله وقام وبدأ في سورة البقرة يقرأها والله يقرأ ويقرأ ويقرأ يوم انه قرأ له تقريبا وجهين ثلاثة يوم صار جسمه زي اللي ينمل ينمل يعني كأن النمل يمشي في جسمه كأن النمل يمشي في ظهره يحلف هذا الشخص يقول والله العظيم اني اصبحت ارفع رجليني يا ناظر لي تحتي نمل شيء عجيب يقول جاني شيء ما ادري وشو لدرجة اني وقفت قراءة خلاص وقفت فقعدت وخفت ما ادري شو اللي جاني يعني جاني شيء احساس وشيء اول مرة احسه فوقفت القراءة حقيقة جلست لي تقريبا ساعة بعدين قلت يعني ما دام اني استجبت اكيد ان في شيء ما دام انه جمعي اعراض وجمعي ذا اكيد ان فيني شيء يعني طلع معي شيء فيه نتيجة صارت معي يقول فعزمت ثاني مرة في نفس الوقت عزمت ورجعت ثاني مرة قلت خلاص حتى لو احس بالشيء هذا ان جسمي ينمل ما راح اتوقف ابى اكمل سورة البقرة كاملة يقول سبحان الله واقوم اقراها والله العظيم اني وانا اقرا اني اناظر يمين ويسار يدور النمل اللي يمشي في جسمي شيء عجيب غريب يقول احساس اول مرة يمر علي يقول فكملت سورة البقرة كلها في جلسة واحدة تقريبا تاخذ معك ترى يا جماعة من 45 دقيقة الى ساعة يقول يوم خلصت يقول سبحان الله والله فيني احساس غريب عجيب ما حسيت به من يوم زواجي اول ليلة انام في غرفتي انا وزوجتي ذيك الليلة بعد ما قريت سورة البقرة كاملة يقول الحمد لله راحت ذيك المشكلة فاستمريت على قراءة سورة البقرة يعني فترة طويلة حقيقة يقول بتلت كل يوم أقراها أخصص لي وقت فراغي إذا جلست في العمل ما عندي شغل والله قريت إذا جاني شغل وقفت لأن العمل أهم عندك من القراءة قراءة القرآن يعني عملك واجب واجب عليك أنك تأديه مو بتقول والله انا يا اخي وقف ماني بفاضي للعمل قاعد اقرا قران لا يا حبيبي كمل عملك اقرا وقت فراغك اقرا بعد الصلاه فالحاصل نرجع موضوعنا انه يقول وقت فراغي على طول اقرا في سوره البقره واكمل فاصبحت يوميا اقراها وصارت سهله علي جدا جدا يعني إذا صرت فاضي قريت لي كم وجه اذا صليت قريت لي كم وجه وسبحان الله خلصها على طول يقول الحمد لله زانت أموري حقيقة يقول بعد تقريبا سنة ونص يعني ما صار حمل ما حملت زوجتي سنة ونص يعني بعد الزواج وانتم عارفين الناس اللي ما تستحي هذه بشر ما هنا شيء في الطريق ما دلت الدرب متى ان شاء الله نفرح بعيالك يبدون عاد الناس اللي تحوس عليك وتخرب عليك وتضيق صدرك وتكدر خاطرك وبعضهم مزحة برزحة وبعضهم حريص عليك بس المفروض انه ما يقول لك شيء يعني انت تراك ما انت احرص من الشخص هذا انه يجيه يعني ذرية هو احرص منك فعليتك تكفى تسكت وتسد ذمك بشحمة الحاصل شحمة طيبة يعني طلي المهم الحاصل يقول والله يكدرون خاطري هالناس أما في دوام ولا أقارب بعضهم يقولها من كره بعضهم وده يكدر خاطرك بعضهم يتقاضى منك ولا هالحريم واحد تقاها من خالاتك ولا من عماتك وكانت تبيك تاخذ بنتها ولا خدتها وده اللي يتكدر خاطرك شكل هذه ماش ما تجيب لك عيال عرس بس وش دخلت يا عجوز إبليس الحاصل يقول والله يوم اني تميت لي سنتين خلاص وانا اللي والله اكلم يقول المرأة قلت اقول لازم نروح وتكشفين وتناظرين يعني بالعادة يصير فيه مشاكل عند الحريم ترى هرمونات وكذا فحلها بسيط قالت يلا مين مشكلة يقول والله واخذ المرأة ونروح للمستشفى والله ونكشف
ونكشف ويكشفون عليها، لقوا عندها بعض يعني هرمون الحليب هرمون كذا وما ادري وش، وعندها بعض التخبطات البسيطه، صرفوا لها علاج. بعد انتهاء العلاج جت وحللت، ولا والله الامور تمام خلاص يعني ما عاد فيها اعذار. والله هناخذ لنا تقريبا 6 شهور، والله ما حملت. تمينا بعد الزواج سنه، بعد الزواج 3 سنوات ما حملت المراه. فاصبحت راجع بها من عياده لعياده، من مستوصف لمستوصف، من مستشفى لمستشفى، الى اني يعني جاء مره المرات ودخلنا على وحده دكتوره تخصصها نساء وولاده وكذا، فناظرت التقارير وناظرت كذا، قالت معليش وقف، يقول قالت لي وجهت لي الكلام وقف، الان لكم 3 سنوات والفحوصات كلها سليمه، حرمك انت لازم نكشف عليك. هي قلت انا سليم، انا ما فيني شيء، انا الحمد لله ناظري يعني جسمي وانا قوي وانا نشيط وانا ما، لا لا انا طيب انا ما فيني شيء. قالت لا لا معليش، حتى لو كان جسم، كل جسم ما له دخل، شي دخل الجسم. قلت لا لا انا طيب، انا يقول انا حقيقه كابر يعني ما ابي اكشف، يعني متاكد اني سليم انا اصلا، المشكله في حرمتي ما هي بالمشكله فيني. يقول قالت لا لا حرمتك انا ما راح اسوي لها اي تحاليل ابدا، الى هنا وقفنا، انت لازم انت تسوي تحاليل سواء عندنا ولا عند غيرنا. يقول طلعت انا والحرمه وانا متضايق وزعلان حقيقه، ايش ذا الكلام يعني؟ هنا مشكلة بعد يا جماعة، شوفوا بعض الرجال يرضاها على حرمته ولا يرضاها على نفسه. يقول والله يوم اني ركضت وريحت، يوم خدت لي 3 ايام، قلت صدق ورا ما اروح اكشف عشان اطمئن يعني. خلاص يعني اطمئن. اقعد اشغل راسي، يقول انا متأكد اني سليم الحمد لله ان شاء الله. يقول والله واروح واكشف، ولا والله المشكلة فيني يا جماعة. يعني الاحتمال انه يجيني عيال 0 في المليون في المليار، 0، ما في يعني ما في امل انك تجيب عيال. طبعا كل شيء بيد الله، لكن انا اتكلم عن الطب. الطب يقول انك ما لا يمكن يجيك عيال. يقول حقيقه صدمه، صعقت انهيار، ما عاد أدري وش أسوي، وما عاد أدري وين أمشي، ما عاد أدري وين أروح، ما عاد تكلمني ما أدري وش تقول، فطلع يعني خلاص. فغيرت المستوصف هذا ورحت المستوصف ثاني وثالث وخامس وعاشر، كلها نفس التحاليل تقول أن نسبة أنه يعني يجيك عيال 0 مرة ما فيه. يقول والله سكت الدنيا في وجهي خلاص. طبعا يقول علمت، يقول زوجتي ما خليتها. يقول والله يقول طبعا التزمت، ويقول مع اني اول انا كنت محافظ يعني، بس اني التزمت التزام قوي شوي، فمسكت لي يعني اصبحت اروح لدار التحفيظ يعني أراجع كتاب الله مع اللي يحفظون، يعني صار عندي يعني أشياء ما كنت أسويها قبل، استمريت على هذه الأشياء حقيقة، كنت أطلب الله وأرجيه ويعني أدعي لعل الله يرزقني، صار همي الذرية. بعد تقريبا 5 سنوات من زواجي بدأت تتغير علي زوجتي، مع أن زوجتي هذه أنا أحبها مرة وهي تحبني، بس بدأت تتغير، بدأوا يعني بدأ يطلع العلم وبدأوا الناس يدرون خلاص 5 سنوات. فهي يمكن قالت لأهلها، فقالوا أهلها شوفها شغلت يعني معليش بتضيعين عمرك معه خلاص يعني، إلى هنا وقفي، أنت تبين عيال تبين باسر أحد يقوم بك، إلى هنا وقفي. فبدأ النقاش في الطلاق، فكنت انا رافض، انا يقول انا رافض، هي لو ما يجيها عيال، يقول انا في قراره نفسي هي لو ما تجيب عيال انا موافق عليها ابيها، ما راح اتنازل عنها، مع اني اشك انه بعدين بيتزوج عليها، بعدين هو يبي عيال. ترى بعض الناس يعطيك احكام
في أشياء هو ما جربها. لا تقول للكريم إنك كريم لين يصير معه مال، ولا تقول لأي شخص تحكم عليه بأي أمر لين تختبره في هذا الشيء. فما ندري يعني، يمكن لو الموضوع عليه هو ممكن تزوج وخلاها معه بحكم إنه يحبها، يبي ذرية، حق من الحقوق هذا لكل الطرفين. الحاصل يقول والله وتنشب فيني، تبي الطلاق تبي الطلاق، ويتدخل أخوها ويتدخلون أخوانها، إلا إلا مدري شلون وكذا، ومشاكل وصجة ومحاكم. فراحت عندها الحقيقة، وقعدت لفترة جالس بدون زوجة. بعد تقريبا 4 شهور حاولت فيهم ودخلت واسطات، ورجعت عندي لها فترة بسيطة وخلاص، ورجعت لأهلها الرجعة الأخيرة حقيقة، وطلبت الطلاق ومدري إيش، فطلقت بالقوة يعني، يمكنهم فسخوها منه فكوها. يقول أنا أبيها ولا أتخيل حياتي بدونها، صدق مرة ما أتخيل حياتي بدونها. فبعد انتهاء العدة جاني طرف يقول علم ان فيه فلان، يقول شخص عارفه خاطبها، يقول فثارت يعني ثائرتي والله واروح. يقول انا حقيقة يعني ما ادري عن نفسي خلاص، فرحت لمه ومسكته وهددته، قلت والله لو تاخذها لا اكسر عظامك، لا اوريك، لا افعل. يقول ما اتخيل ان زوجتي هذه طليقتي مع رجل ثاني. يقول الرجل هذا خاف وخلاص، وابشر ولع خلاص يا رجال، ما عاد بيها ولا عاد لي نظر فيها، درن ده ما عنده ذا يبي يكسر عظامه، قال بلاها زيجه يا رجال ما نبي نتزوج. يقول واخذ لي فتره ونفسيتي شينه، فبدوا اهلي يعني يلحون علي، الا خل ندور لك، الا لازم تتزوج، الا 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 الا. يقول والله قلت خلاص دوروا لي. يقول دوروا لي دوروا لي ما لقوا حقيقه. فجتني يقول واحده من خواتي قالت شف انا بقترح عليك اقتراح. قلت وشو؟ قالت وش رايك فيه واحده عندها 3 بنات، وهذه ارمله ومعها 3 بنات، ولا ما تاخذها وتقوم بها وبناتها، لعل الله يرزق منها شيء اللي يعني رحمة في في فيها وفي بناتها، ولعل الله يرزق منها شيء ذرية. يقول أنا حقيقة متساوي عندي. يقول قلت خير إن شاء الله تم. يقول والله تتم الخطبة وتزين الأمور. يقول خدت واحدة أرملة معها 3 بنات وتتم الأمور وكذا، وتزوج وجو عندي في البيت. يقول ميزتها أنها يعني أرملة، وإني ما راح يجيني زوجها، يعني ما هي مطلقة بحيث إنه يجيني زوجها بياخذ بناته يرده. فقلت يا ولد باخذ أجرهم أنا، وإن شاء الله إن الله بيرزقني منها شيء. يقول والله يوم إني أخذتها يومين ولا والله ماش، أنا متعود على ذيك الأوله الزوجة الأوله وأحبها، والأسلوب تغير والنظام تغير، وما ماش ماش ما استصغت الزواج. يقول والله واخذ الأسبوع وأنا ما إلى الآن ما غير مقتنع. يوم تميت لي 10 أيام على قولتهم، هم يقولون شهر العسل، شهر العسل هذا كله مجاملات، هذول يتموا 10 أيام، الظاهر إنه 10 أيام العسل. بعد 10 أيام صار بيني وبينها جدال بسيط، فرفعت صوتها هذه علي الزوجة الثانية، طولت صوتها وقامت تاوش وتلالي. يقول أنا طلعت عيوني زوجتي، يقول أنا دا عاد أسوي مقارنات بين الأولى والثانية، زوجتي الأولى والله ما قد رفعت صوتها علي، يقول ولا قد سمعتها يعني صوتها العالي هذا ما قد سمعته. يقول أنا انصدمت يعني وش ذا الخنبقة ذي، أنا ما تعودت على هالأمور. يقول الله العظيم إنه 10 يوم وأنا اللي أطلقها. أهلت يلا على ما قال، هذا اللي ناقصني، أنا بيلي واحد تنزيم منها الأولى وتجيني واحد أردى منها، لا والله ما بيها بعد.
والله وأطلقها وتروح، وأنا أحدث نفسي بزوجتي الأولى. يقول في هذه الفترة طبعا يقول تزوجت زوجتي الأولى، راحت الحال سبيلها، وأنا صرت يعني أحاول أني أتعوذ من إبليس ولا أفكر. وللمعلومية يقول الشخص اللي رحت لمه وهددته بعد فترة من الزمان رجعت لمه، اللي قلته لكم في البداية اللي هو راح لمه، يقول يوم دريت أنه خطب زوجتي الأولى يقول رحت لمه هذا اللي خطبها وهددته، قلت والله لك أسر عظامك. يقول بعد ما هديت وخدت لي كم شهر رجعت لمه واعتذرت منه، وقال لا لا على ما قال، الواحد يمر بحالات وكذا مثل هالظروف. يقول تقبل الحقيقة اعتذاري، وكنت يقول أنا غلطان غلطان مليون في المليون صدق. يقول الحمد لله يعني صححت أموري وبديت أتأقلم، وبديت يعني خلاص أنسى أو أتناسى زوجتي الأولى اللي أنا أعتقد أنها ما خلق في الكون مثلها، وما راح ألقى واحدة مثلها، خاصة أني يوم لقيت يقول هذه اللي خدتها الأرملة، يقول عرف، قلت أثر الحريم دمار يا ولد، أثر زوجتي الأولى هذيك نازلت من وين؟ درة زوجها الأولى. إذا جربتها على ما قال يقول إذا بغيت تعرفني تعرف قدري جرب غيري، فهو يوم جرب غير الأول دج دار أنهم ضيع. يقول والله وأقعد وأرجع عزوبي ثاني مرة، يقول والله وهلي، يقول الله يجزاهم خير كني قاعد على تبدهم، ويمكنهم يخافون أني أعزف عن الزواج وأقعد طول عمري الحالي كذا. يقول والله والله ما قصرت أختي، قالت خلّى بخطب لك وأدور لك وأشوف لك كذا وأشوف لك كذا. يقول والله ولا فيه وحد حولنا حوالينا ميت تعرس حرمة فيها دين، وإن شاء الله كلهم في خير، لكنها شارطة أنها ما تبي يعني شخص مدخن، تبي شخص ملتزم، تبي شخص ما يفوت صلاة الفجر، تبي. فكان عندها شروط. يقول فقالت أختي بخطبها لك، وقلت والله ما أدري يعني. يقول هي ما أعرست أبد، ما تزوجت. قلت والله ما أدري يعني لا 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 دوري لي واحدة يعني ما يجيها عيال، تزوجت ولا جاها عيال وكذا، والمشكلة فيها وخلاص أصير أنا وياها وخلصنا، يعني كلنا ما عندنا ما يجينا عيال وخلصنا وعيش حياتي، ما أبي وحدك كذا، هذه ما تدرين عنها توها. قالت لا لا وش رايك نخطبها وبعدين خلاص يا أخي أنت رح أنت، وإذا وافقوا رح وقل لهم يعني لازم يصير عندهم خبرهم أنك أنت يعني ما يجيك عيال. يقول قلت خير إن شاء الله وما فيها شيء، أنت إذا علمتهم خلاص أنت ما غشيتهم. يقول قلت كم؟ يقول والله وأنا كنت صمقت 100% أنهم بيرفضوني يعني شبهم بي أنا. يقول والله وتخطب أختي منهم والله وقالوا خير إن شاء الله نبي نشوف. يقول خير إن شاء الله يوم يومين أسبوع 10 أيام والله وتجي الموافقة. الحمد لله صارت المواصفات اللي فيني الحمد لله مناسبة ومثل ما هي تبغاها. يقول صار بيني وبين أبوها موعد وأخوانها واجتمعت بهم وجلستني إياهم. يقول صارحتهم مصارحة كاملة، يا جماعة تراي أنا ما يجين عيال، نسبة أنه يجين عيال 0 من مليار مو مليون بعد، يعني لا تفكرون بنتكم بيجيها ذرية. قال والله هذا الموضوع بينك وبينها، أنحن بنعلمها بهذا الكلام ونرد عليك. يقول والله واخذ لي كم يوم والله ويوافقون. يا متأكد؟ متأكدين ترى يا جماعة. يقول طبعا أنا ما بيدخل في ذمتي شيء، الرجل فيه صلاح وفيه دين. يقول أنا ما بيجي في ذمتي شيء، يعني أنا ما ببكرة تقول والله أنت ما يجيك عيال طلقني، لا أنا أعلمكم الحين ترى أنا ما يجيني عيال. يقول فتمت الموافقة وأنا مصدق مكذب، وأنا أقول يقول هوجس يعني وأفكر أقول عساها يا الله يا كريم إنك تعوضني، عساها تصير ربع زوجتي الأولى أو نصها يا كريم، يعني أهم شيء عسى الله يفكني من ذي الثانية اللي خدتها ذي أم لسانين.
ترى مو بشرط عشانها أرملها تصير أم لسانين، لا لا، فيها بني ما بعد عرس، أنه طول لسانها هذا طوله، وفي حريم عجز رجل في الدنيا ورجل في القبر، وإلى الآن وهي ما تسمع صوتها. إذا جت حتي يبيلك مكبرات تركبها فذانك عشان تدري وش تقول، تستحي حتى وهي عجوز. الله يطول بأعمارهم وأعمار الجميع والسامعين ويرحم الموتى، يلا نشملهم في الدعوة. الحاصل يقول والله تتم الموافقة والله وتزوج، والحمد لله يعني يوم اني تزوجت فيه قبول، والله تمشي الأيام والله وينتهي شهر العسل. يقول انا اتحرى انها يعني يصير لسانها طويل ولا شيء، والله وينتهي شهر العسل وتمشي الأمور. لا والله هذه أنا يقول الثالثة عندي أزين من الثانية، الأمور زينة إلى الحين الحمد لله. يقول فقلت لها، قلت يعني سؤال يقرقع في نفسي، يقول بأتأكد وبسمعها منها. قالت وشو؟ قلت أنت تدرين إنه ما يجين عيال ووافقتي؟ قالت نعم، أنا الشروط اللي كنت شرطتها لقيتها يعني فيك حسب ما سألوا أهلي، والحمد لله شفتها يعني شوف العين. قلت بس أنا ما يجيني عيال يعني. قالت هذا شيء بيد الله مو بيدك ولا هو بيدي، وأنا استخرت وارتحت الحمد لله، فهذا يكفي. ممكن أنا لو خدت واحد وجاني منه عيال، يمكن عيالي ذولي يطلعون عاقين، يمكن يسوون شيء أنا أتمنى أنهم معهم بعندي عيالي، فأنا مستخيرة ترى في هذا الموضوع وراضية وقانعة. يقول فيها إيمان ما شاء الله لا إله إلا الله، عجيب غريب يعني ما شاء الله لا إله إلا الله. يقول قلت خير إن شاء الله. يقول وعايش الحين أنا وياها لنا كم سنة. يقول يا جماعة أبشركم، صرت آكل أقوم ألقى فطوري جاهز قبل ما أروح للعمل، وأحيانا أخذ فطوري معي، أرجع من العمل ألقى غداي جاهز وبالشي اللي أنا بيه ومنوع، كل فترة يتغير. العشاء ألقاه جاهز، ملابسي كل شيء نظيف. يا جماعة أثري أنا عايش في غمام، يعني ما أشوف زين لا مع الأولة. هين الثانية خلوها، خلونا نشطبها الثانية. يقول الأولى هذه كان غداي في المطعم، كنت إذا جيت جايب الغداء يعني كنت أنا زينه وأفرش الغداء وأقومها من النوم يعني، فكان فيه نقص كثير يعني، وكنت أنا أحسبك كمال، الكمال لله، لكني كنت راضي. لكن لما جربت الثالثة هذه عرفت أني ضايع مع الأولى، وعرفت أني أحسب أن هذه الأولى هذه ما لها مثيل. اكتشفت ان الثالثة هذه هي افضلهم، وجاء في بالي ان اكيد مليون في المليون ان فيه افضل من الثالثة، لكني انا قانع بالثالثة وراضي، والان انا والله احبها اكثر من الاولى، لاني شفت فيها اشياء. الان كثير من الناس يقول خلاص السيارة هذه، ماني برايح نضرب امثلة بالحريم يقدون يزعلون ولا يحسبونها دعوة للزواج، ما علي من أحد أنا لا زواج ولا لي دخل بأحد. فبعض الناس يشتري سيارة يقول هذه السيارة هزين سيارة ممتازة، لكن ليش يحكم على هذه السيارة؟ لأنه ما جرب غيرها، فيعتقد أن هذا خلاص هذا أزين شيء. فالرجل هذا لما جرب ذي أكتشف أنه ضايع مع الأولى، وهين الثانية مسكينة، فأكتشف أنه ضايع صدق، فصارت خيره له انه يعني تنقل. لو عاش مع الاولى عاشت طول عمرها تعزر به، انا صابره عليك وانت ما تجيب عيال وانت كذا وانت كذا وانت كذا وتشكى. لو عاش مع الثاني وصبر عليها لسانها، ترى مشكله الحرمه اذا صار لسانها طويل يا جماعه، يرجع الواحد يبي يرتاح يبي كلمه زينه ويتقابله ذي بلسانها، لسانها هذا طوله سنه حيه تمده، هذه مصيبه اعظم. لكن هذه لو قالت اني صبرت عليك انت ما تجيب عيال، انا معلمت انت داريه يعني احنا على نقع ما جينا نلف وندور.
فيقول الحمد لله الآن أنا عايش عيشة راضي فيها ومقتنع فيها تماما، مع العلم أني قبل ما أخذها كنت أتضايق، يعني لما يجي طاري فلان جاء، يقول ما هو بحسد، والله مو بحسد، فلان جاه ولد فلان جاه بنت، بس كان الموضوع هذا يضايقني لأني أدري أن الناس تحط العين علي. أحيانا يتكلمون في مواضيع العيال والأولاد وكذا، هذا جاه وش جاه وش ما جاه، فإذا ذكروا أني فيه غيروا السالفة، فيضايقني الموضوع هذا، كان يقول كان يضايقني. إذا أحد عزمني وشو عليه على تميمة تمايم، والله جايني ولد وحاطن تمايم يقول وعزموني عليها، يقول والله العظيم اني اروح تقدير لهم، ما بي بس ما بيهم يزعلون، ولا ما ودي اروح، والله ما ودي اروح، واكره عزيمة عندي عزيمة التمايم. يقول الان بعد هذه الثالثة اللي انا عايش الان انا وياها في الحمد لله يعني جنة، واشكر ربي على ان الاولى هجت وان اهلها طلقوها بالقوة، زين والله ما مثلي احد، واني الان اذا عزمني احد على تميمة تسنه عازمني على عرس، تسنه عازمني على ترقية وظيفة، تساوت عندي الامور، مقتنع، جا فيني ثقة في نفسي. وفي نفس الوقت يعني لا تحب ولا تكره، ما تدري الذرية هذه وش عليه، يمكن الله راد عنك شيء. يعني الان احنا نسمع ناس واجد يقولون والله فلان يدعي على عياله، سمعناها عشناها يمكن شفناها ترى على فكرة، فيمكن هذا الله راد عن الشيء واجد. الشيء الثاني، اي شيء يحرمك الله منه اعلم ان الله بيعوضك عنه، اي شيء يحرمك في هالدنيا عنه لك تعويض، لك تعويض في الآخرة، يبي يجيك شيء، يبي يرزق الله بشيء، شيء إذا جت في الآخرة قلت الحمد لله يا ربي الحمد لله، لأن هذه الدنيا مؤقتة. لا يضيق صدرك على شيء خسرته، لا يضيق صدرك على مرض أنت مريض فيه تعبان فيه، لا يضيق صدرك والله تقول والله أنا عندي كذا وعندي كذا، ليش؟ لأن الحياة الدنيا هذه ما تعادل ولا شيء بالنسبة للحياة الآخرة. كم بنعيش في الآخرة وكم بنعيش في الدنيا، يعني الدنيا كأنها يوم، يعني سنينك اللي راحت الآن لو أقولك تذكرها تقعد تحسبها تقول سبحان الله والله ما كأنها ولا وشو، عايشين لك 30 سنة ما تذكر منها إلا لقطات بسيطة ومواقف بسيطة، ويحجر راسك. لو أقولك سولف لي عن ماضيك قعدت والله ما الله تقول الله من زين هالماضي والله ما أذكر شيء، لكن الآخرة والله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، والله يرزقنا إن شاء الله جناته ونعيمه، ويحسن الخاتمة الواحد على ما قال بخاتمته، الله يحسن خواتمنا وخواتمكم، ويجعلنا إن شاء الله من أهل الجنة ومن السعداء فيها، وأن ندخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أني أكون ما طولت عليكم. وللمعلومية ترى زوجته الأولى الآن عندها ما شاء الله عيال، ورازقها الله بعيال من زوجها، وامورها طيبة، وهو عايش سعيد اموره زينة. زوجته الثانية ذي ما ندري عنها، هي ويا عيال بناتها ذولي راحوا ولا ندري صار عليهم. ان شاء الله استفدتوا من هالسالفة، ونأسف على الإطالة، وفي حفظ الله ورعايته.